مشكلة الخسام والدكتور سارة على وجود النهارده، معلش بقى تأخير النهارده. لا عادي اتفضل. ده السيناريو بتاعنا، هو 65 years old male patient جاي الأوت بيشنت كلينك بيشتكي من ريكارنتيفيكال تشيست بين، وهو بيعمل فيزيوثيرابي اكسرسايز. المفروض ان احنا عندنا البيشنت اندرويند كرونري انجيوجرام 6 years ago، طلع عندنا ديستال ليفت مين مودريت فيجن بروكسيمال ال اي دي وتوتال ان سي اكس وار سي اي. المفروض ان احنا عمل كابج 2 months later وقعد سموث بوست اوبرتيف كورس، بس البيشنت جاي بيشتكي من الكارنت تيبيكال تشيست بين. The most appropriate next step for the patient regarding coronary imaging is exercise stress ECG ولا exercise MBI ولا CT calcium score ولا CT coronary angiography ولا no further imaging required. هو مريض عنده 65 سنه، من 6 سنين جاله تشست بين، عمل كرونري انجيوجرام طلع مالتي فيسل ديزيز، عمل بعديها كابج، بعديها سموث كورس كان ماشي كويس، بايلاترال ني اوستيو ارثرايتس مش قادر يمشي كويس، فابتدى يعمل جلسات فيزيوثيرابي، فخد باله وهو بيعمل الاكزرشن للفيزيوثيرابي اللي بيجيله تشست بين. فهل ايه اي ايميجنج جالك دلوقتي في العياده؟ هذا المريض مشتكي من افرت انجينا وهو بوست كابج بيشنت وعنده بايلاترال ني اوستيو ارثرايتس، ايه الايميجنج موداليتي اللي تطلبها له ولا ما تطلبش حاجه خالص؟ هو في كلام عن موضوع البوست كابج بالنسبه للسي تي ان جي والكالسيوم سكور، بس انا مش ذاكره تماما، بس في كلام على الموضوع ده صح انه في مشكله في الموضوع ده تقريبا، هيكون خيار افضل ومن هنا عملنا سي تي ان جي. طيب التفكير سليم جدا ومنطقي تماما. الحاله دي منطقيه مش جايد لاينز، ده مريض فعلا موجود في العياده بما ان عنده بايلاترال ني اوستيو ارترايتس مش هتعمل اكسرسايز سي تي، فاول اثنين اكسرسايز ستريس اس جي او اكسرسايز ام بي اي مش هيقدر يعمل. ممكن نفكر في فارماكولوجيكال ستريس ام بي اي عشان يكتب سكيم، ولكن خلينا نفكر بصراحه، هو غالبا عنده سكيم، هو ده افورت انجينا فعيان بيني هاي ريسك عامل بوست كابج، يعني بوست كابج بيشنت، بس ذيس از بروبلي انجينا. فالمعلومه انا عايز اوصلها مني انا طبيب، انا مش عايز اثبت بس دايجنوستيك، انا غالبا عارف ده وعايز اوصل المعلومه تاني. الكالسيوم سكور هاز نو رول ان ذيس بيشنت، لان الكالسيوم سكور زي ما اتفقنا از ا ريسك موديفاير ان ان اسيمتوماتيك بيشنت، علشان اشوف الكارديو فاسكال ريسك، ده عيان فيري هاي ريسك اوتوماتيك اللي عامل كابج اوريدي ده استامش كورني هارت ديزيز. نو فردر ايمجنج ريكوايرد، في الحقيقه كنت ممكن افهم لو هتقول لي روح اسرع على طول، ولكن اكيد محتاجين ايمجنج تاني. سي تي كرونري انجيوجرام، نقطة سيادتك يا دكتور مريم مهمة جدا، لأن الحقيقة في الكلينيكال براكتس في دكاترة كتير بيبعتوا المرضى البوست كابج الكابج اوتوماتيك إن هم يعملوا سي تي أنجو، ولو إن كل الجايد لاينز والأبروبريت كرايتيريا الحقيقة ضد ده لسببين. أول سبب منهم إن تميز السي تي أنجوجرام في الإيفالويشن أوف ذا جرافس بنشوفها حلو جدا وبسهولة شديدة جدا، عكس في القسطرة اللي اشتغل منكم في القسطره في عيان بوست كابج بنقعد وقت طويل ببساطه كده بنحاول نصطاد الجرافس فين. ذيس ار اكسترا اناتوميكال ستراكشرز مش اناتومي طبيعي، فبنقعد نحاول ندور عليهم، في بعض الاحيان ما بنقدرش نجيبهم، فايدر وي اسيوم ان هو الجرافت مقفول او نبعته يعمل سي تي انجو ونشوف الجرافت شغال ولا لا. فالسي تي انجوجرام از موست بنفيشال ان هو يورينا الجرافتس، ولكن لو جينا للنيتف كرونريز ووارد يكون ان حصل دي نوفو ليجن في النيتف كرونريز هو اللي مسبب التشست بين، الحقيقه الاكيوسي هتقل جدا لنفس نقطه الكالسيوم. ده مريض عنده اثيروسكلوزز من فتره طويله واجريسيف اثيروسكلوزز لدرجه ان هو احتاج يعمل كابج، فغالبا عنده كالسيوم عالي، فالايفالويشن اوف ذا نيتف كرونريز ان ذيس بارتيكولار سيت اوف بيشنتس ويل بي هندرد باي ذا كالسيوم، فمش هقدر احلف عليه. فهو مفيد جدا ان ذيس بارتيكولار سبسيت اوف بيشنت، انا عايز اعرف الجرافس شغاله ولا لا، بس النيتف كرونريز هيبقى عليهم علامه استفهام. اوكي، فمريض زي ده اكشوالي سي تي كرونري انجيوجرافي ويل بي ابروبريت ان انا اعملها، لان انا مش هقدر اعمله اكسرسايز ستريس، سي تي انجيوجرام على طول
بوسيبيليتي كويسه، وكذلك كاتيترايزيشن، بس هي واحده مش واحده من ضمن التشويسز. لو كان ضمن الخيارات كورونري انجيوجرافي والجو يعني كاتيترايزيشن كان هيكون هو البيست انسر. لو كان هيبقى كوفيد كونسيت الكاتيتر انجيوجرام هيدينا فرصه كويسه ان احنا نشوف لو حد اكسبيرينسد هيقدر يصور كله، والحقيقه ميزه فيها انه يقدر يقلبها ثيرابيوتيك على طول لو لقى حاجه تتعمل. بس المشكله في الجراف زي ما قلت انه مش ممكن هيقعد يدور عليهم كتير ومستقبل. ليه ما نعملش ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي؟ ما هو دي نقطه. الديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي اولا في الهارت ما بتنفعش ناحيه الهارت خالص لان هي معتمده على ايه؟ انجستنس ديجيتال ان انت توقف الصوره. هو الديجيتال سبتراكشن يعني ايه؟ ان انت بتحقن كونترست ولما يكون ميزتها لما يكون في ارتريز ماشيه قدام اتنيويتنج ستراكشر زي العظم مثلا. تمام. هي ديجيتال سبتراكشن هي هو بيسبتراكت ايه؟ انت بتاخد صوره من غير صرف ستاتيك يعني ستاتيك ايوه يشيل يسبتراكت العظم ويسيب لك صوره الصلبه بس. فهي مفيده في البريفرال لان هو معتمد على ان هو بيشيل العظم يسبتراكت اي حاجه تبان عشان يسيب لك صوره الانجيوجرام فقط. لان الهارت موفينج بالظبط. فالهارت موفينج اي حاجه هتتحرك هو مش هيشتغل. هي مالهاش دي. ونمره اثنين هي تعتمد اصلا ان انت تعرف تنجيج الجرافت. فانت يعني هي الفكره لو اف يو جيت ذا جرافت خلاص انت مشكلتك اتحلت. تمام. انت لازم تحقن سباتك. بس هو المفروض احنا لو مفيش اكيد كورنر سندروم ولو في كورنري انجيو في ال لو في احنا دلوقتي بنتكلم على ده في لو في كورنري انجيو بقى طبعا. لا بس هو المفروض مش اي بيشنت عامل كابج بيبقى المفروض معاه سي تي يعني لا مش مفروض مش مفروض لا 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 خالص ده بالعكس ده اكش لو رجعنا للابروبريت كريتيريا اللي توم لينكولن بيوريها الحقيقه لو عيان كابج تعمل له روتين سي تي انجيوجرام في خلال اول خمس سنين از ان ابروبريت الا لو اشتكي اكتر من خمس سنين اوكي. والفكره من كده في ايه؟ الديجنريشن اوف ذا سافتنس بين جرافتس. بعد خمس سنين متوقع ان يبتدي يحصل ديجنريشن اوف ذا سافتنس بين جرافتس اب تو ان 10 years بوست كابج مور ذان 50% اوف ذا سافتنس بين جرافتس ويل بي اوكلودد. فالفكره في كده ايه؟ ان انت تشوف لو السافتنس بين جرافتس ديجنريت تحاول تلحقه بدري قبل ما يبقى سيمتوماتيك. بس برضه دي في الانسرتن يعني تحتمل. ولكن روتين سي تي انجيوجرام ان ا بوست كابج بيشنت ان ذا فيرست 5 دايز بوست كابج از ان از نوت انديكيتد. احتمال تنفع لو اكتر من خمس سنين والمريض حاطط سافتنس بين جرافتس. السؤال اللي بعده وين از كونتراس ان هاد سي تي كرونري انجيو نوت انديكيتد نوت انديكيتد تمام. ايفالويشن اوف بيتنسي اوف كرونري ارتري باي باس جراف Non-invasive detection of coronary artery stenosis, suspected coronary artery anatomic anomalies, acute myocardial infarction with elevated cardiac enzyme and diagnostic ECG changes, while the pulmonary beam imaging in the context of ablation therapy for ectopic electrical activity. Indicated, طبعا. بس الاي سي جي نون دايجنوستيك والكارديك انزايمز نيجاتيف وانت لسه عندك كلينيكال سسبشن الانترميديت دي بيسموها الاكسبيدايتد كورس. ان انا لو داخل عندي مريض في الطوارئ ده كان نازل في الجايد لاينز الاخيره بالهاي سنسيتيفيتي تروبون لو عايز جالك عيان بالكيوت شاست بين الاي سي جي بتاعه نيجاتيف ما فيهوش تشينجز والكارديك الهاي سنسيتيفيتي تروبون بتعمل 013 وبيطلع نتيجته بعد ساعه طلع بوستر تسحب يبقى سي سي طلع نيجاتيف تسحب له واحده ثانيه على الوان اول طلعت نتيجتها بعد ساعه بوستر سي سي يو نيجاتيف بتلعب واحده ثانيه بعد ثلاث ساعات نيجاتيف ساعتها بتقرر ده غالبا لو ريسك تروحه او لو انت شاكك من شكل البين تمشي في حاجه نان انفيزيف زي السي تي انجيو.
فتعتمد الشروط ان مفيش ديفينيتيف دايجنوزز بالاي سي جي والكارديو ولا ماركس. اي حاجه من دول بوستر ده مكانه في السي سي يو والكاتيتاليزيشن. فدي اسمها سيتي انجيوجرام. لو مثلا هقول في بس في لابس مثلا ما اختلفش ما اختلفش بوزيتيف ونيجاتيف بتديك اللي هو كوانتيتيف يس انترميديت او لو او ما ده صح. ما هو هنا دول الهاي سنسيتيفيتي. الهاي سنسيتيفيتي باي ديفينيشن بيطلع اتس كوانتيتيف نوت كواليتيف، بيطلع رقم. فانت بناء على الرقم ده بتحدد هو وات ليفل. لو انت شايف لو طلعت انترميديت بتغيب بعد ساعه، خلي بالك ان احنا بنتكلم في الديسيجن بيتاخد ماكسيمم بعد اربع ساعات من البرزنتيشن للاي ار. يعني احنا 013 العينه اللي اتسحبت عند 3 اور دي تطلع بعديها بساعه، هو هاي سنسيتيفيتي كارديك كومبوننت بعديها تطلع بساعه. فالمفروض في خلال اربع ساعات هقول للمريض لا انت عندك ازمه قلب هتطلع السي سي وتعمل قسطره تمام استني، او ان انت ما عندك احتمال يكون لسه عندك ازمه قلب ما اثرتش على الميوكارديوم فما حصلش ديفيجن للكارديك بايو ماركرز وما عندكش سي جي تشينجز، فمحتاجين نعمل دارك انفيزيف تيست. فنعمل ستريس سي جي او سي تي انجيوجرام طلعوا بوست برضه للقسطره طلعوا نيجاتيف يو كان ديسشارج هوم وزين 6 اورز وانت مطمن. انت عملت له ثلاث مرات هاي سنسيتيفيتي كارديك كومبوننت وان اكسترا دارك انفيزيف تيست. هو ده بيسموه اكسبيديتد او يعني الرابيد باث واي فور ايفالويشن اوف اكيوت تشست بين بيشنتس، ان انت تقدر في خلال استخدام هاي سنسيتيفيتي كارديك كومبوننت ونون انفيزيف ستريس تيست ان انت في خلال ست ساعات تكون وصلت من المريض لديسيجن. يعني سيجن انت هاي ريسك ادخل، انت لو ريسك روح، انت انترميديت ريسك محتاج اعمل لك فيردر ستاب نون انفيزيف تيست. تمام. السؤال ده كان سهل. ده سي تي انجيوجرام. في بيش انت سي تي كمان عشان انجيوجرام على سي ان تي. ده كنت فوق. ايه رايك؟ ده كنت فوق؟ لا ده مش فوق. ده الليب. لا. طب هي بتتكلم على الجراف. ده الجراف. الجراف دي الليب ما بيتراكش. ده العيان بتاعنا بقى. ده العيان البوست كامبج بتاعنا. ده اللي معمول من ليما على الارتي باي باس. بالظبط هو عامل باي باس واللي احنا شايفينه اهو هذه الحاجات العجيبة. بس اشرحها واحدة. في جرافتات. في هذه تقريبا حصل لها ستينوز او حاجه جرافت حصل لها اشرح. طيب بما ان ستينوز عايزين تشوفوا الاسئله الاول ونتكلم. اه الاسئله مش بتاعتك. Regarding this image, which of the following is true? Axial image? Axial source image. ولا surgical maximum intensity projection؟ ولا volume render؟ ولا curved multiplanar reconstruction؟ ولا كورنر ارتري كالسيوم؟ سي دي واضحه سي. ال 3 دي كونستراكشن بالظبط. فوليوم ريندر. الصوره انت اي صوره فيها الوان از فوليوم ريندر 3 دي ريكونستراكشن. فوليوم ريندر. طيب خلينا نتكلم عن الباقيين علشان دي نقطه مهمه. ايه الاكسيال او السورس ايمج؟ هي صوره اكسيال زي اللي احنا بنشوفها في افلام السي تي اللي بقت دلوقتي عندنا كلنا بعد الكورونا. صوره سي تي. طب بتوع الكورونا دول احنا دايما بنبقى اروح اعمل سي تي تشست وزاوت كونتراست. وزاوت كونتراست يعني ما فيهاش صبر. فدي تبقى شبه بتاعت مين؟ بتاعت الكرونري ارتري كالسيوم سكورينج. بالظبط. ده سي تي تشست او زي كرونري او هارت سي تي وداوت كونتراست. فاكسل ايمج الصوره اكسل، صوره مقطعيه. ساجيتال ماكسيموم انتنستي بروجكشن، يعني ايه ماكسيموم انتنستي بروجكشن؟ ببساطه ان احنا بنحط استاك اوف ايمجز فوق بعضيها علشان نشوف الارتري. دي صوره شهيره في الانتربريتيشن اوف السي تي انجيوجرام. عشان اريحكم هل الصوره دي كده؟ لا طبعا. ليه؟ لان في الوان. دي برضه ما زلنا في صوره الابيض واسود. كونتراست بس هي بتطلع الماكسيمم بتطلع الكورس كامل حتى. بتطلع ابلين طبيعي اللي حضرتك بتحكي عليه الكورس كامل ده هو الكيرفد مالتي بلانر ريكونستراكشن. اسمها جاي منين؟ مالتي بلانر ان ذيس از نوت ان اناتوميكال بلين. احنا بنقول للكمبيوتر امشي ورا ذات ستراكشر اللي هو عندنا ارتري من بدايته لاخره بغض النظر عن الاناتومي. هيفرد لك ارتري حاجه انا ضربك ده زي ما يكون ان انا عايز تشوف ال دي دي بتاعي ففتحت صدري وطلعت ال دي دي فرقته لي كده. طيب انت تحدد للكمبيوتر انه بدايه بالزبط. بدايه ال على حسب كل سوفت وير. في سوفت وير سمبلي بتدوس له على الارتري هو اوتوماتيك بيفضل يمشي وراه قدام ورا لغايه لما يفرده كله. وفي ممكن تعملها مانوال ان انت تحط بوينت اوف انترست في نص الارتري من اوله لاخره ودوس يوصلهم لك بالظبط يعمل لك كده فبتطلع صوره ان اناتوميكال ولكن بتفرد الارتري كاني حاطط بروب جوه الارتري
وفرد قدامي عشان اشوفه من اوله لاخره. طيب ده عشان اشوف الستينوسيس صح؟ بالظبط. هي طريقه لطيفه ان انا اشوف الارض في الحقيقه، بقدر الفه كده قدامي اشوف لو في اكسنتريك من ناحيه ولا ناحيه. فهي طريقه لطيفه جدا متفرده جدا من السي تي، مفيش اي ايمج موديلتي ثانيه تقدر تعملها، وهي الحقيقه مش السي تي، هي الريكونستراكشن السي تي. ليه؟ لان السي تي ايمجز في الاخر بيطلعوا فوليوم. انت لما تجيب لي سيادتك ورقه واقول لك الورقه دي ايه؟ دي مقطع. طب جبت لها 500 ورقه حطيتهم فوق بعض بقى فوليوم، بقى كشكول. فاهم قصدي ايه؟ هو ده بالظبط. السي تي كل واحده منهم مقطع، حطيتهم كلهم فوق بعض بقى فوليوم كامل، هقدر بقى اجيب يمين شمال اتحرك ازاي. واخيرا احنا قلنا ان ده مش كالسيوم سكوب، وفكره ان هي مالتي بلانر دي كونستراكشن، ان اكشن كل جزء في الصوره از ابلان مختلف او بلين مختلف عن الثاني. الماكسيمم انتنسيتي بروجكشن از اكشن اناتومي، ده اكتر حاجه شبيهه بالاسطره. ان انا بقول له صور لي الصوره مثلا من رايت انتيريور اوبليك 30 درجه زيرو كرانيال وكتر، فبيطلع لك صوره شبيهه بالاسطره، ما زالت انا دوكل بس اقدر اتحرك زي ما انا عايز. هي ميزتها يعني احسن ميزه متعود على الاسطره. تبقى اسهل حاجه يقارن بيها هي الماكسيمم انتنسيتي بروجكشن. المميزات بقى في مقوله شهيره في البوست بروسيسنج اند سي تي، هي ببساطه بتقول لك ان ذا مور يو ريكونستراكت ذا مور يو لوز داتا. يعني ايه؟ الصور الحلوه الجميله زي الصوره 3 دي فوليوم رندرنج اللي احنا شفناها دي، هي صوره جميله جدا ولكن كميه الداتا فيها بالبلدي كده ملعوب فيها كتير قوي. فوي كانوت ريلي ريلاي ان احنا نشخص ستينوزس ولا لا. ولو اتزرقت ارجع دايما للاجزاء والسورس ايمجز ان هم دول الحق. كل ما هو بعدين الكمبيوتر بيشتغل، فكل ما الكمبيوتر اشتغل فرص حدوث ايرورز اكتر. فهم بالترتيب الاجزاء، بعديها الماكسيمم انتنسيتي بروجكشنز، بعديها الكيرف مالتي بلانر، بعديها 3 دي فوليوم رندر. كل دول انت بتزيد خطوه في الريكونستراكشن وبالتالي يو ار لوزنج داتا، مع ان الصوره بقى شكلها احلى. خلي بالك الفرق من الاثنين، الصوره بقى شكلها احلى بس بقى فيها كمبيوتر ورك كتير قوي لدرجه ان انت يو ار لوزنج داتا. نيجي للسؤال اللي بعديه. Regarding this image, all of the following is true except occluded two softness graph, average caliber of the ascending thoracic aorta, datant lima graph to the LED, inside or inside, no, occluded proximate segment of the RCA, left atrial event pumps. بس اللي هم دول بالظبط. طيب بس بالنسبه للسيتا سليما مش عارف انه هو شكله باتنت بس بيتنت مفتوح. هو بيتنت يعني شغال شغال. الار 3 مش مقفول هنا. الرايت كورونر الار 3 مقفول ولا لا؟ هو مش مقفول. الصوره دي تقريبا زي ما انا واقف كده. اولموست اوت اوف ستيل تمام؟ فاحنا اناتومي كده. انتوا فاكرين الصوره بتاعت الاكس راي يقول لك ان الايبكس معموله بال الشاشه السمارت بتاعتها الايبكس معموله هنا بالليفت فنتركل والرايت اتريال بيكون موجود الرايت باراستيرنال والاسترنال هنا الرايت فنتركل هو الليفت باراستيرنال بالظبط. اشكرك يا سلام اتفضل. فلو حطينا الاسترنال في هذا الجزء يبقى كاننا باصين اناتوميكال بالظبط. طيب ده اناتومي رايت اتريال رايت فنتركل اللي جاي من ورا هنا ده الليفت فنتركل وادي الاورطه طالعه من النص وهنا اللي عندنا الحاجات الاكسترا اناتوميكال هم دول الليما نازله على الليفت انتيريور ديسيمينال ارتري عرفت ازاي هو الليفت انتيريور ديسيمينال ارتري ماشي بين الاثنين فنتركل جروف الرايت فنتركل في الجروف. طيب اللي هنا ده مين؟ اكتر حاجه انتيريور في الكرونريز هو الرايت كرونري زي ما انتم شايفين هو فعلا مقفول مقفول من الكرونري عادي مقفول من الكرونري عادي والصوره هنا مقفوله هو مش واخد كونتراست. طب اللي واخد كونتراست في الارتري زي بان ازاي؟ بان زي دي ما كده كله مليان باللون الابيض فهنا وقف في اوله مقفول. دكتور ليه لسه كان بيقول عندنا اثنين سطر زين جرافس مقفولين؟ ايه اللي احنا شايفينه دول؟ دول ستامبس. لو كان الجرافت شغال كنت هشوف الجرافت كله باللون الابيض ماشي كده والجرافت كله باللون الابيض. حتى الاتجاه المباين ان ده كان رايح للرايت كرونري تراتوري وده كان رايح للليفت كرونري تراتوري. عندنا اثنين سابتر اثنين جرافتس مقفولين. ليفت انترنال ميموري ار في جرافت تو ال دي مفتوح بيتنت. و ايه كلمه انسايتوري؟
الانسايت فيو يعني ايه؟ يعني سايبين الاورجن بتاعها في مكان طالع من الديد سبليما. عكسها ايه؟ بيسموها فري ليما. ان الجراح لقى حصل مشكله فبيقوم قاطعها. يعني هارفستد. واخدها هارفستد، واخدها هي هارفستد كده كده. بس هارفستد وهو سايبها في مكانها ولا هارفستد خدها كجرافت ووصلها اورتو كرونري. يعني عمل لها اكسترا اوستر. فانسايتو ليما يعني انسايتو هي ما زالت في مكانها فوق. بس هو عملها هارفستنج يعني قفل البرانشات ووصلها على ال LED تمام. فهي بيتنت ليما انسايتو او بيتنت ليما انسايتو. اكلودد تو سافنس لين جرافس اه اكلودد تو سافنس لين جرافس. اكلودد رايت كرونري ارتري اه. الكاليبر بتاع الاورتا هنا شكله نورمال ما شكلوش اندريزما ولا حاجه. اخر حاجه وهي كان الاختيار الصح ليفت ايتر الابنج احنا شايفينها اصلا لا الناحيه الثانيه فضلت الناحيه الثانيه اللي احنا شايفينه هنا كاستراكشرز رايت ايتريم رايت فينتريكل ليفت فينتريكل اورتا. ليفت ايتريم فين ورا الاورتا طيب وهو اللي جاي في الظهر الظهر لو كان فاول مش واضح ده هو كان واضح بالنسبه لي انه بيتنت بس انا ما فهمتش انسيته بس كانت شغاله خلاص مشكور تمام. السؤال اللي بعده ده برضه سؤال في المطلق ليس له علاقه بالدوري. After myocardial infarction, which imaging technique is the most likely to extinguish irreversible injured scarred myocardium from dysfunctional but viable myocardium؟ ايه عملية السؤال ده في الحالة دي؟ إن هنا دلوقتي إحنا عرفنا معلومة أناتوميكال. عايزين نشوف. إن عنده جرافت اللي رايح للرايت كرونيك وجرافت اللي رايح للسيركمفلكس مقفولين. طب مين فيهم عامل البين؟ ما ممكن يكون في سكار تيشو هنا أو سكار تيشو هنا. او يكون الاثنين هم اللي عاملين اسكيم. طب مهم هنا احنا بعد ما عرفنا المعلومه الاناتوميكال شفت الفرق بقى يعني صوره السي تي انجن دي بتطلع لك في دقيقه واحده. يعني لو انت حملت الفحص على الورك ستيشن الصوره اللي احنا عملناها دي مش محتاجه مجهود دي بتطلع اوتوماتيك. فانا في لحظه قدرت اقرر ان الليما مفتوحه والاثنين سافنس بيج راس مقفولين. دي بتاخد في القسطره وقت نص ساعه ساعه الا ربع لو لو وعمال تجري وتدور وتخبط في الاورتا يمين وشمال بتدور نص ساعه لو اكسبيرت اما لو وبالمناسبه لو ما لقاش الستامبس هيقدر عنده كوشن مارك. هل الجرافت مفتوح وانا ما قدرتش اكلميليت ولا الجرافت مقفول وهو مش باين؟ قصدي فممكن بعد النص ساعه ما توصلش حاجه مارك الا لو جبت الاثنين ستامبس وعملت سيلكت وشفت الستامبس موجودين فاقدر احلف ان ده الجرافت مقفول. فهي دي بس النقطه. فهنا بقى محتاجين المعلومه لايه؟ الفانكشنال الفانكشنال فايبلتي. هل في السكينه دي جايه منين؟ وهل التريتوري الفايبل فين علشان اتارجت ماي ريفاسكولاريزيشن استراتيجي توورز ذيس ايه؟ اتفضل. A انهانسد سي تي فور كالسيوم سكورينج. نعم. انهانسد سي تي انجيوغرافي. ديلايد كونتراست انهانسد ام ار اي. ايكوكارديوغرافي ولا كاثر انجيوغرافي؟ سي تي كالسيوم سكورينج طبعا اكيد لا. ها؟ لا الانهان سي تي انجيوغرافي احنا اوريدي شايفين ال وهتدينا معلومه اناتوميكال اناتوميكال مش هنعرف برفيوجن. الايكو لو كان ستريس ايكو كان ممكن افكر فيه لكن ايكو كده الكاتيتر انجيوغرافي كمان فالديليت كونتراست انهانس ان ام ار اي تعطي فانكشنال هو يس وتعطي اللي هو اسمه ليت جادرينج انهانس ان ار جي بي احنا قالوا معانا الدكتوره ساره ملكه ام ار اي فببساطه شديده هو كده بالظبط. احنا علشان نعرف الميوكارديوم سكار ولا لا بالمناسبه الليت جادرينال انهانسمنت بيحصل في السكار. فاللي بالبلدي كده بتنور اللي بياخد كونترست هو ده اللي وحش ده كده بايظ ده كده سكار تيشو. اللي مش واخد الكونترست او الكونترست ما فضلش فيه هو الحقيقه ايه اللي بيحصل؟ ان الجادرينيوم بيبتدي يتوغل في كل الميوكارديا ما يحصلوش وش السكار تيشو ما بيقدرش يتخلص منه فياخد صوره ديليد الاقي ان الكونترست لسه قاعده في الحته السكار بالظبط. هي عشان كده اسمها delayed contrast enhanced MRI فلازم يكون في كونترست وشغلت يعني مش لازم قوي بس يعني ماشي لازم. ونمره اثنين ان احنا نشوف هل السي تي ممكن يكون معلومه مناسبه مشابهه؟ الحقيقه رسميا لا بس فعليا بنفس المنطق الكونترست بتاعت السي تي ممكن تعمل delayed enhancement. المشكلة الوحيدة ان انت محتاج كمية كونترست كبيرة كبيرة اكتر من اللي بتتاخد في المعتاد. فانت اكشلي لو العيان ده بعد ما عمل السي تي خليته يستنى 10 دقايق او ربع ساعة او ودخلت صورته تاني ممكن تلاقي السكار تيشو واخد سنة انهانسمنت زيادة. لو اديت صفقة اكتر هيبان الانهانسمنت اكتر. اكشلي كان فيه يعني اتفضل اتفضل لا لا كمل كانت في ستادي لطيفة جدا
جدا اتعملت من زمان على القصه دي بقصه مشابهه قوي يعني. فكانت ستادي في اليابان والعيانين اللي داخلين برايمري بي سي اي. انت في البرايمري بي سي اي احنا قاعدين نحقن كونتراست في الارتري اوكلودد تمام. فكانوا بعد ما يخلصوا برايمري بي سي اي بعديها بساعه يدخلوه يصوروه سي تي بوزات كونتراست ويكوانتيفاي كميه الكونتراست لسه قاعده في المايوكارديا. وده واز ريليتد للانفاركت سايز. يعني بعد كده ليتر اون بعد شهر عملوا له ام ار اي لو انفاركت سايز في الناس اللي كان عندهم كونتراست انهانسد مايوكارديا كتير في الجزء بعد البرايمري بي سي اي خبرك الكونتراست ما اتحرقتش في السي تي اتحرقت في البرايمري بي سي اي وفضلت معلقه في المايوكارديا. قال لك لا ده غالبا ده بقى سكار تيشو كتير فده هيفضل عنده انفاركت سايز كبير فيكبر الكونتراست في ليتر اون وتذكر ليتر. بس هي الحقيقه معلومه يعني مش مفيد قوي في كلينيكال براكتس ان انت لازم كده كده تفتح الانفاركت ليتد ارتري فرض يعني مش هتفرق. طيب يعمل سي تي كونتراست يعمل ديلينيشن ديلينيشن كويس يعني ما لا بالظبط مش زي ما بيطلع ده بيطلع السب انتوكارديال ولا في بيطلع بيطلع بس محتاج زي ما اتفقنا كميه كونتراست لا انا قصدي الام ار اي يطلع الحاجه دي بيطلع وكذلك السي تي انت هتقدر تشوف هتقدر تشوف ولكن هي في الاخر انت محتاج كميه كونتراست كبيره عشان تطلع داتا بتاعتك take home message. The evaluation of coronary stents considered as a function of patient symptom status. هنا بيتكلم يعني بيتكلم عن سي تي والبوستي فاسكولاريزيشن. السي تي في العيان اللي عنده دي فاسكولاريزيشن قبل كده لو عيان مركب ستنت اكثر من 3 بالظبط اكثر من 3 مللي دايمتر ولونج تايم بيريود اكثر من او يساوي 2 سنتين بالظبط. We only with left main stent, the imaging stent considered appropriate. ليه بقى قبل كده؟ لأن left main stent طبعهم أكيد أكبر من 3 مليمتر، ونمرة 2 مهمين وهنشوفها، دي هنا مهم إن أنت تشوفها. نمرة 3 الحقيقة حاجة تانية إن تصويرهم في القسطرة ساعات بيبقى خطر، إن أنت تنجيج ستنت في left main ممكن تعمل دامج للستنت بالقسطرة نفسها. ففكرة إن أنا أستخدم النون انفيزيف فكرة واقعية. وانا هسيبك دلوقتي هروح اعمل عيان بوست ليفت مين ستنتنج بجد هصوره كورونري اكشن. العيان ده مش لا 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 عيان مش عيان بوست كارتش عيان ليفت كورونريز كان جاب انتي برايت من فيو ام اي وعملنا له برايمري بي سي اندر رايت كان عنده ليفت مين ليجن اتعمل في نفس اندكس هوسبيتاليزيشن من سنه بيشتكي شكوى دلوقتي كده اي حاجه فندخل نصوره له نشوفه. الرول بقى بتاع الكورونري السي تي انجيوغرافي في اي بيشنت بريور كورونري ارتري باي باس بريف بيبروفايد اكيوريت انفورميشن فور ديتنسي اوف جرافت والبريزنس اوف ستينوزز والستيكس بروكسيمال اند ديستال انستيموس سايد وبريزنس اوف سيجنيفيكانت ليجن في النيتف كورونري. بس ده طبعا اقل من الانتجرافتس يعني. الحقيقه الترتيبه كده بالظبط الاربع معلومات دول الحقيقه هم الاربع معلومات اللي انا محتاج اعرفهم في عيان بوست كابج السيمتوماتيك دلوقتي. اول حاجه بيتنسي اوف الجراف زي ما احنا شفنا سبوت دايجنوزز الجراف ده مقفول الجراف ده مفتوح. تاني نقطه بريزنس اوف ستينوزز ان جرافتس وده مهم ان انا اتدخل الجراف ولا لا دي معلومه كويسه. وكل ده الاكيرسي عماله تقل يعني اكيرسي بيتنسي اوف جرافتس 100% انا اقدر احدد 100% جرافت مفتوح ولا مقفول. اقل شويه ان انا اقدر اشوف الاستينوزس في الجرافتس ان في استينوزس في الجرافتس ولا لا. اقل واقل البروكسيمال والديستال انستوماتيك سايد. البروكسيمال سهل لان الاورطه ما بيتحركش بس ساعات بيبقى هندر بالكليبس بالميتاليك سيرجيكال كليبس اللي بتتحط حواليه. الديستال انستوماتيك سايد ساعات بيبقى صعب برضه بسبب وجود الكليبس. ونمره 2 احنا وصلنا الهارت فابتدت تظهر الكاردياك موشن ارتيفاكتس اللي ممكن تاثر عليه. واخر حاجه ده بقى الضعف الاساسي للسي تي انجيوجرام في العيون البوست كابج وهو البريزنس اوف سيجنيفيكانت ليجنز في النيتف كورونري ارتريز سواء بعد الجرافت او في اماكن ثانيه دي نوفو اللي ممكن يكون تطور المرض الاثيروسكلروز وهو اللي مسبب ده. فهو ده عشان كده السي تي انجيو في الظروف دي في العيان ده اللي هو عنده ادفانس اثيروسكلروز الاكيرسي بتاعته مش احسن حاجه. Assessing the venous graft less challenging than native coronary
because of their larger size. احنا بنتكلم ان الفينوس كرافت الاسيسنج بتاع الفينوس كرافت less challenging than the native coronary because the larger size will reduce the mobility وال not calcified يعني بس بتبقى less calcified. وبنتكلم ان ال internal mammary graft more difficult to be assessed because the metal clips وال smaller size بيبقى من 1 ل 2 مللي. وال accuracy of coronary city, coronary angio for assessing the graft stenosis to be somewhat lower than assessing the graft occlusion. يعني احنا في الاستينوزس بيبقى السنسيتيفيتي بتاعت ال سي تي انجيو اقل من الاوكلوجن جرافت اوكلوجن. بس شكرا.